الشتا نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع الطريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسوي كلاس ونحضيو من الكليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمى، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمى. فوق الشتاء نزيد ونردو البال. خويا احنا دابا جينا من مدينه كنتبعوا الخضره، خويا احنا فيما مشات كنتبعوها، وان شاء الله اليوم ثلاثه نوقات ولاد الدربه ام كاملين، ان شاء الله كلشي راجع اليوم ثلاثه، ان شاء الله اليوم ثلاثه ديال ان شاء الله. حنا متعطشين لهاد الفوز هذا ان شاء الله. بخير، السلام عليكم، تحيه للشعب الخضره في العالم كامل، وحنا كنتمناو الدير بيضاء دوز كلشي بخير. حنا المهم جينا باش نقولوا راه الجراد كاين ديما خضره دير براجه. نتمنوا فانتي اللي لعب يربح، يخلينا نتفرجوا في كوره، وايكوس مسرحيه نتفرجوا وين كوره ربحوا وخسروا، وين نتفرجوا في كوره فانتي نتفرجوا، غادي يكون مسرحيه.